سابقة من برنامجي للنشر استضفنا الطبيب الأمريكي جيمس موري الذي شرح لنا اختبار حساسية الدم تجاه مرض السرطان والذي يعرف بالأونكوبلوت، وهو اختبار يساهم في كشف المرض في مهده وتحديد موقع العضو المصاب، ما يسهل العلاج ويرفع نسبة الشفاء. يرتكز هذا الفحص على 20 سنة من البحوث التي أجريت في الجامعات بالتعاون مع مجموعة من الأطباء. يعني يجب علينا أن نجريها في أمريكا أو يمكننا أن نجريها في أي بلد نحن موجودين فيه ونرسل هذه الفحوصات وتأتينا النتيجة. فحص الدم هذا موجود فقط في الولايات المتحدة حالياً. علينا أن نكون هناك أو يمكننا إجراؤه في بلدنا ونرسله بطريقة ما إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أطلب من الدكتور رامي شعث أن يعطيكم تفاصيل عن هذه النقطة بالتحديد. للنشر استضاف الدكتور رامي شعث وشرح تفاصيل الموضوع وسبل الوقاية من المرض. دكتور رامي، أهلا بك مجددا معنا اليوم. خلينا نرجع بس بالأول نذكر شو هو هيدا الموضوع. بنعمل فحص دم عادي؟ نعم. فينا نعمله بدولنا، يعني في لبنان، في السعودية، في مصر، في أي دولة عربية. هذه العينة ترسل إلى المختبر أو المختبرات بالولايات المتحدة الأمريكية، يجري تحليلها وتفكيكها. كما قلت في الحلقة السابقة إن هناك نوع من الشفرات تعتمد على بروتين معين. نعم. وخلايا معينة بوزن معين، كل وزن يمثل مصدر سرطان معين. نعم. يتبين لهذا الشخص حسب فحص الدم هذا ماذا؟ يتبين طبعا إذا كان لديه سرطان مبكر. اللي ما عنده سرطان سيظهر التحليل سلبي. يعني إذا ظهر التحليل سلبي أنه ولا ممكن خلال هذه الفترة أن يصاب بالسرطان. طبعا بالمعطيات وبالدقة اللي هي تتفوق على كل التحاليل الموجودة حاليا هي. نعم. أفضل شيء غالبا إذا كان التحليل سلبي سيكون من ناحية معظم السرطانات الشائعة. نعم. لا يوجد. إذا كان موجب وقيل له مثلا أنه من القولون قد يكون مبكر، أو من الرئة، أو من الثدي. يعني تستطيع تحديده وين؟ يعني بتقله أنه أنت ممكن أن تصاب في السرطان. مش ممكن، أنت لديك. أنت لديك سرطان ولكن غير مبكر. سرطان مبكر يعني مثلاً، أو ممكن يكون متأخر، بس هو ميزته أنه مبكر عن التحاليل الموجودة حالياً. لكن نعم. هو إذا قال مثلاً أنه عنده سرطان بالقولون قد تكون حالة مشخصة أصلاً. ومتأخرة، وهو يعني بس بيعطيك إذا كان موجب أو سلبي ومن أين. يعني مثلا أنت عندك سرطان قولون، قد تكون حالة مشخصة، واحد عايز يجرب التست أنه فعلا حيظهر إيجابي. أو إذا شخص لا يعلم أنه عنده سرطان وعمل التحليل ومنظار القولون كان مثلا طبيعي، لكن بالتحليل هذا ظهر أنه إيجابي، معناه هو عنده بداية السرطان، يجب متابعته عن قرب، عمل منظار آخر، أخذ عينات. التحليل لا يخطئ في معظم الحالات. التحليل لا يخطئ، فإذا تغيرت النظرة بعض الشيء. يعني هذا التحليل لا يقول لك إذا كنت ستصاب بالسرطان خلال الفترة المقبلة، يعني يقول لك إذا كنت أصلاً مصاباً بالسرطان. نعم. وميزته أنه يسبق. ندي مثال مبسط، نحتاج إلى 2 مليون خلية سرطانية لكشف مثلاً سرطان الثدي. الماموغرام يحتاج إلى 3 تريليون خلية، وهذا الفرق. نعم. 3 تريليون حتى الماموغرافي أو الأشعة الثدي تحصل على الإيجابية بوجود السرطان. بينما بالتحليل هاي باثنين مليون. طب لماذا يقال أنه قبل 3 سنوات أو قبل 5 سنوات؟ لأنه 2 مليون و3 تريليون حتى تتحول 2 مليون إلى 3 تريليون ستحتاج إلى سنوات. نعم. فأنت تسبق الفترة، لأنه بالسرطان كلما اكتشفته مبكراً
كان الوضع يعني هيدا أفضل. السؤال يعني اليوم أهمية هذا الفحص إنه إذا قال لك إن لديك سرطان في مكان ما في جسمك يعني بتكون إمكانية علاجه أسهل بكثير ومضمونة مضمونة النتيجة أكبر بكثير من إذا اكتشفته في وقت لاحق 100% لأنه السرطان هو عبارة عن وقاية أولا ثم اكتشاف مبكر 90% نسبة شفاء إذا اكتشفته في المراحل الأولى قد تتعدى 90% 10-15 ما هي المراحل الأولى؟ دعنا المراحل دعنا الأولى أن يكون السرطان في بدايته نعم والآن مع التحليل هذا ستكتشفه في مهده أكثر من بدايته فقد تتجاوز نسبة النجاح ويمكن لك أن تقضي عليه في مهده؟ طبعا عبر الكيميوثيرابي ولا في طبعاً علاجات في أخرى؟ طبعا في طرق في طرق للعلاج نعم. أنا حبذ يعني لو نتكلم بالوقاية أكثر بس بالعلاج في طريقين الطريق التقليدي وفي ناس بتختار الطب الطبيعي الناتشورال وفي طريقين هو خيار المريض بالأخير بس إذا يشغلونا السلايدات طيب خلينا نشوف لأنه هتكلم بالوقاية لأنه الوقاية السلايدات مثلا هون هي الصورة يعني مثلا هذا الشخص هو أوتو وربرغ اللي اكتشف أخذ جائزة نوبل نعم بال31 هو عالم ألماني هو بايوكيمست اكتشف أنه مهد السرطان هو أنه الخلية اللي هي تتحول من ما تكون قلوية تتحول إلى حمضية يعني قال أنه أساس السرطان في جسم الإنسان هو أنه دمنا اللي المفروض يكون متعادل إلى قلوي خفيف حتى يكون في أكسجين أكثر يصبح عن طريق أكلنا أو عن طريق شيء يصبح حمضي فبالتالي الحمضية معناها قلة أكسجين وقلة الأكسجين الخلية تضطر أنها تكيف نفسها فلا تحصل على الأكسجين بتروح تعمل حاجة اسمها fermentation of glucose تأخذ سكر بدل ما تأخذ أكسجين إذا أخذت سكر تحولت إلى سرطان فأنا ليه حبيت أذكر أنه إحنا كوقاية نحاول أنه دائما نأكل الأكل القلوي أو الماء القلوي ونحصل على مثلا برضو بالطريقة القلوية نعم. هو يعني طريقة الغذاء طريقة الغذاء ممكن اللي بعده برضو لأنه هاي نعم. هدول مثلا الطبيعة. أنا اللي قبلها بس لو سمحت اللي قبلها شوي اللي قبلها أيوة هاي. هذه جبال الهونزا في باكستان أقل الناس إصابة بالسرطان في العالم كله الرجل هناك ممكن يعمر إلى 120 سنة ليه؟ طريقة أكلهم طريقة مياههم القلوية لا يأكلوا إلا الأكل القلوي القلوية شو المقصود القلوية بالقلوي يعني كلمة قلوي شو يعني الجرين فيجيتابلز الورقيات الخضراء الشعير مثلا يعني العضوية اللي بنقول الأورجانيك فيجيتابلز أورجانيك فيجيتابلز والمياه القلوية اللي هي من أفضل المياه في يعني العالم يعني أنت ضد اللحوم وال في دراسة أثبتت إنه اللحوم الحمراء هي أحد الأسباب الرئيسية يعني. لسرطان القولون نعم. خلينا نشوف بعد صورة تقليل منها هذه مياه زمزم نعم. ومياه الهونزا افضل المياه على مياه زمزم قلوية. مياه زمزم بمكة. المعروفه بمكه المكرمه بمكة. يعني. اكثر المياه نعم. قلويه هي اللي بالهونزا بالباكستان وطبعا نعم. اليابانيين عارفين الفاكت هاي وحاطين اجهزه خاصه بمستشفياتهم تحول المياه قلويه لانه المياه القلويه غنيه بالاكسجين وبها مضادات اكسده قويه هذا الغذاء القلوي هذا هو الغذاء القلوي اللي يحمي الانسان من السرطان في ناس بعصروه وبياخذوه اورجانيك وبيبدوا يشربوه هذا هو نفسه لا هذا شخص ثاني عالج السرطان انا ما بدي افوت بالعلاج ما يزعلوا منا الانكولوجيست انا بدي اتكلم بالوقايه هذا الشخص عالج حالات سرطان بالغذاء القلوي اللي بعده جيرسون ثيرابي كان يعمل العصاير هاي ويقول للمرضى يشربوا من العصاير اللي موجوده هاي طريقة فعالة كانت استخدمت بالأربعينات والخمسينات من الشخص هذا بحالات متأخرة من السرطان وأثبت حالات شفاء ولكن لأسباب طبعاً الصراع ما بين العلاج الطبيعي والتقليدي هاي دي 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 هذه الفيتامين دي هذه الفيتامين دي طبعاً الكل صار عارف الآن بس الغريب أنه بمجتمعاتنا وبمناطقنا رغم أشعة الشمس القوية والشمس القوية في نقص دائم بالفيتامين ما حد بيطلع برا الفيتامين دي يحميك من السرطان بنسبة 70% ثدي قولون بروستات أصبحت معروفة نعم شو هيدا؟ الكركم كركمين الكركم اللي يستخدم بالعقد الصفرة يعني مظبوط العقد الصفرة بنقلها بمجتمعاتنا هلأ أوكي. كيف طريقة أخذها بهارات أو حبوب تحمي الإنسان تماماً نعم. من
من السرطان لأنه دراسات أجريت حتى في أندي أندرسون. كان بدنا مريم نور بهالحلقة معنا. لا حقيقة كلامها مظبوط وفعلا الإنسان قادر. أديك مثال بسيط، الجسم it's able to heal itself. أنت لو الواحد نزف على طول الجسم يتعامل مع النزيف وبسكر النزيف. جسمك إذا عنده مناعة داخلية عن طريق الغذاء يستطيع أن يتعامل حتى مع السرطان. فإحنا بنتكلم على الوقاية. هاي البذر الموجود بالمشمش مثلا، في فيتامين اسمه B17، وهذا الفيتامين B17 ليترال عالجوا فيه السرطان بالماضي، وأنا ستأكلم في الوقاية، يعني 4 حبات من. طيب أنا إذا بدي وفر على المشاهد يعني تما نقعد بالصورة. طيب. صورة ورا صورة ورا صورة ويمكن هو يضيع هون العسل وبعدين. لا مش العسل، هو البروبولوس. أيه؟ هو صمغ النحل. نعم. دراسات طيب كثيرة. هل هناك من موقع معين بيقدروا يشوفوا هالأمور عليه أو كتاب معين أو مرجع معين؟ أنا حابب جدا هاي الجرافيولا اللي مشهورة أصبحت معروفة، الفاكهة الاستوائية. أيه؟ وفي المورينز اللي هي. طيب هل في من موقع معين يقدروا يشوفوا عليه كل هذه الأمور والمعلومات؟ أنا يعني ما في موقع معين، إذا حابين يتواصلوا معي للتست أو نعم. لأي شيء أنا حسابي بتويتر ممكن يبحثوا عنه بالنت، لكن كل اللي بحاول نعم. أقوله. وأنا بدي أسأل كمان، إذا واحد حابب يعمل هذا التست كيف في اليوم يعمل؟ يعني إحنا الآن في طور الإعداد للتست. يعني خلال شهرين أول ما حيدخل بالسعودية والإمارات، يعني بعد هيك في دول الخليج الأخرى، وإن شاء الله قريب جدا في لبنان والأردن والعراق، بس أول دولتين سيتوفر في التست، وإحنا إن شاء الله حنهيئ للجميع. اللي عنده أي بيكلف تقريبا التست يعني في أمريكا يتخطى $1,000، فيعني طبعا هو لأسباب تقنية لا زال غالي لأنه يعمل مانيوال، يعني يعمل بطريقة عن طريق مجموعة. طيب من الناس. وما الذي يؤكد للمواطن أو للمشاهد اليوم أن هذا ليس بضرب تجاري، أنه نحن عم نعمل ضرب تجاري وبعدين مين راح يعرف إذا مظبوط ولا مش مظبوط؟ الشيء الرئيسي فيه هو الأكريديتيشن. نعم. يعني هو تخطى المرحلة الأولى بالFDA، هو مع الكلايا بيست، مع الكوليج أوف أمريكان باثولوجي، الرجل العالم اللي كان معنا. يعني إذا تخطى المرحلة الأولى بالFDA يعني بعد لم يحصل على إجازة الFDA. صح، هو لم يحصل على الFDA لكنه حصل على المرحلة الأولى لأنه تحليل جديد، وهو تتكلم عنه هيئات علمية، قدم في مؤتمر أبو ظبي الأخير لعلماء لعلم السرطان، وحقيقة هو أكثر تحليل موجود حاليا واعد بشهادة مراكز كبرى في أمريكا، ويستخدم في مراكز. وطبعا هو لما بتخطى الجزء الأول من الFDA بيعطوا الإجازة له. نعم. أنك تستطيع أن طيب تعمل. السؤال الأخير. نعم. في لقائنا هو كل هذه الأمور اللي شفناها. نعم. هل ممكن أن نخدها بشكل دروكس، يعني بشكل كبسولات يعني بعد ما نروح أكل مشمش أو أكل قشطة أو أكل جزر أنا أو أكل، فينا ناخد هيدا الفيتامينز يعني البي 17 والفيتامين البي 17 دي. البي 17 له قصة، هو عمل إشكالية في بعض الدول لأنه البي 17 حقيقة موجود هو في نواة المشمش أكثر شيء، وعالجوا فيه حالات من السرطان. لكن أنا حتى ما نفوت في الموضوع هذا، خلينا نتكلم كوقاية بس. رد على سؤالك، ممكن أنك تأخذ هذه الأشياء مكملات، وأنا أنصح فيها طبيعي المورينز. بس يمكن أسهل أنك تأخذها مكملات. في الكركم مثلا. نعم. الكركم في ناس بتروح بتشتريها من هذا، أو أنك تحط مع الطبخ معلقة كركم وتحط فلفل أسود لزيادة الامتصاص، الحبة السوداء نجيلة ساتيفا. مفهومي. هي هذه عليها دراسات الآن، حبة البركة يعني. حبة البركة عليها دراسات بحمايتها من سرطان البنكرياس في مهد السرطان. نعم. الكركم، وهذا إعجاز من الطب النبوي على فكرة. دكتور رامي شاعث، حضرتك مقيم في المملكة العربية. نعم. السعودية. نعم. وطبعا سنظل على تواصل مع حضرتك.